متطرفون يريدون القضاء على الجميع. لذلك أقول وتسقط مقولة لعن الله اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير، ونقول فليحيى الحب بين الأديان، والأحترم المسيحية خصوصية الإسلامية، لكن أحترم المسيحي وأحترم البقية. يعني أتمنى أن يفكر إخواننا في الجانب المسيحي واليهودي في تقديم جائزة نوبل للأخ. تقديم جائزة نوبل؟ نعم. طيب. أي حب يا رجل، أي حب تتحدث عنه؟ أأنت أصدق أم الله الذي يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا تحاول تأويلها، لا تستطيع. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا إن تخليت عن دينك ودخلت في دينهم. العنوان حوار الأديان السماوية مضلل وأكذوبة. أكذوبة؟ نعم، ليس هناك أديان سماوية، وإنما الدين عند الله واحد، الإسلام، من لدن آدم إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم ترد كلمة الدين في القرآن ولا في السنة إلا مفردة، لم تأتي مثناة ولا مجموعة. فحكاية الأديان السماوية أكذوبة، وإطفاء صفة السماوية على ما حرفته الكنيسة وحرفه اليهود بشهادة القرآن ونصه، إطلاق السماوية عليها تضليل، تضليل للمسلم ولغير المسلم مع من نتحاور. ثم هذا الحوار كما ورد في المقدمة، حوار الحمل مع الذئب، والحمل هو الطرف المسلم والذئب هو الطرف الآخر. وحين أختار رمز الحمل فلأن المسلم مقيد بقيود، أول قيد منها أن دينه يلزمه بأن يعترف بموسى ويعترف بعيسى ويعترف بالإنجيل المنزل وبالتوراة المنزلة، وليس على الجانب الآخر ما يلزمهم بهذا الاعتراف. الدولة العباسية كانت تأتي بالمسيحيين ليترجموا الفلسفة اليونانية. هناك عوامل مشتركة كثيرة جدا في حقوق الإنسان، نستطيع أن نلتقي في الحضارة، نلتقي في التكنولوجيا، في كثير من الأمور. لو كل إنسان أوصد بابه وقال علينا أن نتعامل بلغة السكين فإنه لن يكون هناك. انظر إلى العراق ماذا يحدث. بين الإسلام وبين المسيحية وبين اليهودية تناقض أساسي في أصل العقيدة. ما هي الأخلاق المشتركة؟ أخلاق الزنا والإباحية، جميل، أخلاق الشذوذ، أخلاق تزويج الرهبان في الكنائس، العقد للرجل على الرجل، إباحة إنجاب المرأة دون زواج. هذه الحضارة، هذه الحضارة التي يتكلم عنها الأخ، هذا سقوط إنساني وصل إلى حمأة أدنى من حمأة الحيوانية. والأخ يتصور أن الشر طارئ ويزول بالحب.